مساكم الله بالخير والنور والسرور جميعا. بإذن الله راح أجهز اللومي عشان أسوي خل. الحين بقطع اللومي بالنص كذي، بفلقه وبملحه وبحطيه في الصينية وبحطيه برا في الحوي لين ثاني يوم، خلي يوم كامل تحت الشمس. قطع اللومي كذي خواتي بالنص، صفت من الملح وملحه، صفت في الصينية. قطعت كل كمية اللومي كذي وملحته، الحين بحطه برا في الحوي بس مكان مرتفع شوي عشان مي عليه، مي عليه القطاوة، لين ثاني يوم بخلي يوم كامل، باكر بخلي تدق الشمس يوم كامل، وعقب بعصره في الليل. احنا حاطين اللومي وين؟ فوق رافعين على خزان الماي. انف بس سبحان الله. الحين ببدأ عصر اللومي. بنحطها برا في الشمس، سكرها. 8 كيلو لومي تقريبا، سوالي 3 فرش ونص. اخر تفرش الخلف.